لێرەدا شتێکی زەروری هەیە بێبێڵێ. یەکێک لە دەلائیلی نبووە، یەکێک لەو بەڵگانەی کە بەڵگەی یەقینین و ڕوون و ئاشکران لەسەر پێغەمەرایەتی محەممەد لێتێ لەوەی کە هەندێ ئەخباری فەرموووە، هەندێ ئەخباری غەیبی داوە مستەقبەلی چۆنی فەرموو ئاوا دەرچوو. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ئیمامی علی فەرموووە: یا علی، تۆ بە مردن نامری، شەهید ئەکری، خوێنی سەرت ڕیشت سوورەکە. بۆیە هەر جارێ ئیمامی علی نەخۆش کەوتایە، زۆریش نەخۆش بووایە، کە ئەچوون بۆ لای ئەیان و وەزعت باش نییە، ئەی فەرموو بن بەم نەخۆشیە نامرم. پێغەمبەر صادق الئەمینە، الصادق المصدوقة، قسي أو وحية خبري بيدراوة من بشهيد يمر. إمامي علي لسردمي أوا أوانيك آشوب جيرمون أوانيك حزان لا بشيبيبو في تنان أجرا نخشي عند أنا بهج وسيلة يكبو كان في غمر صلى الله عليه وسلم فرميتي الخلافة بعدي 30 سنة. فرميتي خلافتي الراشدة سردمي خلافته أو منهاجي كلسل منهاجي إيما أرون 30 سنة خياني ظلي بني مسلمان. أما فرمودي في غمر، أما دليلي كلا دليلي نبوتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء لصدى صدوى درشو سردمي خلفاء الراشدين بششمانك إمامي حسن و 30 سنة ريشي خيان دوای 30 ساڵەکە نیظامی خلافەت گۆڕا بە نیظامی مەلیکایەتی. نیظامی خلافەت گۆڕا بە نیظامی مەلیکایەتی، واتە لە باوکەوە بۆ کوڕ و هاکەدا. لەسەر ئەمەش دوای دوو قسەیەکەین لێرەوە ئەم بەڵگەیە وەرگرین هەمومان، یەقینمان هەبێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو خەبەرانەی کە داوێتی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خواهي قولا جل جلاله بشيك يرو داوكاني مستقبل داهاتو نشان داوى يشك لوانا أمبو كفرميا علي تو شهيد أكري ودجمن لسرد أدا وخويني سرد أدا لريشت ريشت بخوين بخويني سرد سوربي.